هي الأولى في تاريخ قسنطينة وبرعاية السيد والي الولاية مسعود جاري وتحت إشراف مديرية الثقافة والفنون ودار الثقافة مالك حداد، كان لم شمل قدماء المسرح من فنانين ومسرحيين على مائدة واحدة قهوة العصر. المسرح بسمة الحياة، عندما يأسرنا الماضي ويجمعنا الحاضر، كان عنوان الأمسية العائلية المسرحية بامتياز التي استقبلت قدماء مسرح الهواة سنوات السبعينيات والفرق الحالية، لقاء العمالقة عشاق المسرح والخشبة في أجمل اللحظات. الفنانين هذا أساس وجودها، وهدف من أهدافها هو خلق فرص للإبداع، احتضان الموهوبين. اليوم على غرار يعني عديد النشاطات، هناك يعني لمة للعائلة المسرحية، مسرح الهواة بقسنطينة، مبدعون من سنوات السبعينيات يعودون إلى الخشبة بهذا اللمة الفنية. بالو كيفاش خرجت، كيفاش خرجت كيفاش كانت الشباب الفني، كيفاش كانت مع سي ابراهيم العموشي. حقيقة مبادرة جد وحسنة وجات في وقتها، يعني الانسان وصل دروك في خاصة فيما يخصني هنا الى خريف العمر، هنا في خريف العمر، ويكون لقاء كيما هذا مع الشباب ممثلين الجدد والفرق القدم، اصدقائنا زملائنا اللي خدمنا معهم اللي دينا معهم المسرح، كاين اللي ما شفتوش 30 سنة شفتهم اليوم. مبادرة جيدة تخلي مع التواصل الأجيال اللي أدت على قسنطينة واللي أدت في المسرح تاع قسنطينة. إذا كانوا يعشقوا المسرح ولا فيلم آخر يمارسوه.